بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة، ونشكره سبحانه وتعالى على مننه وعطاياه وفضله وإحسانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت سبحانه وتعالى، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم على من بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة لهذا العالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأدى صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة، وبلغ صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة، ونصح صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة حتى أتاه اليقين. فاللهم صل عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على دربه وطريقته إلى يوم الدين، ولنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، من حسن إيمان وإسلام المرء في هذه الحياة هو حسن الزوار، حسن الزوار. فهذا هو موضوعنا إن شاء الله لهذه الخطبة المباركة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. هذه أيها الأحباب الكرام آية من القرآن الكريم، آية من قرآننا الكريم تبين أنواعا من الزوار، تبين أنواعا من الزوار. فهناك الزار القريب، أي من ذوي القربى، والزار الملاصق في السكن، وكذلك الجار المؤقت وهو المصاحب في طريق أو الجار في وسائل المواصلات المختلفة. وأوجبت هذه الآية الكريمة الإحسان إلى الجميع، وختمت الآية بختام يشعر أن عدم الإحسان إلى الجار أو الإساءة إليه لا يصدر إلا من مختال فخور قد امتلأ قلبه بالكبر والاستعلاء على غيره والوصية بالجار أيها الأحباب الكرام جاءت في أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويحذر صلى الله عليه وسلم من إيذاء الجار بأي نوع من أنواع الأذى، فيقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قالها ثلاث صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن فلانا تذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: هي في النار.
وكذلك يبين صلى الله عليه وسلم أن على الجار أن يتفقد أحوال جاره، فهو أولى بمعروفه ورعايته. فيقول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. شوف هذا الحديث الشريف تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. أيها الأحباب الكرام، من المؤسف أننا نرى في زماننا بعض الناس لا يراعون ولا يهتمون بحقوق جيرانهم، فتراهم يؤذونهم بأصواتهم وبالتجسس عليهم ويقعون فيما يغضب الله سبحانه وتعالى ورسوله من إيذاء الجار بمختلف الوسائل، ولا يراعون مشاعره أو ظروفه، وهذا لا يليق بأدبيات وأخلاق هذا الدين الحنيف الذي يحث بتوقير الجار والعطف عليه. فنسأل الله العظيم أن يوفقنا إلى التعامل مع جيراننا تعاملا يليق به سبحانه وتعالى، إنه على ما يشاء قدير. آمين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الحمد لله، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إن الذين يتلصصون على جيرانهم ويتتبعون عوراتهم ويفشون سيئاتهم ويخفون حسناتهم ويتربصون لهم، كل أولئك معرضون لغضب الله سبحانه وتعالى، محرومون من شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يفقدون من حسناتهم إن كانت لهم حسنات لأولئك الذين آذوهم، أو يحملون من سيئاتهم إن لم تكن لهم حسنات، بالإضافة لما يصيبهم في الدنيا من عقوبات يشير إليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه. ومن الدعاء المأثور أيها الأحباب الكرام قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار إن رأى مني حسنة أخفاها، وإن رأى مني سيئة أفشاها. اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يرحل. وقد روي عن الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى أنه كان يسكن إلى جواره رجل، هذا أبو حنيفة صاحب المذهب، كان يسكن إلى جواره رجل يصلح الأحذية القديمة، يبيت ليله يعاقر الخمر ويدق في الأحذية التي يصلحها ويغني بصوت مرتفع كريه. وكان الإمام رحمه الله يصبر على هذا الأذى ولا يفشي سر جاره سيء الخلق، وفي يوم من الأيام قبض على هذا الجار وسيق إلى السجن. ولما افتقد الإمام صوته وضوضاءه سأل عنه، فعلم ما حدث له، فذهب الإمام رحمه الله وتشفع له حتى أخرجوه من السجن. فأخذ الإمام بيده وقال له: هل أضعناك يا فتى؟ فخجل الرجل أشد الخجل وتاب على يد الإمام رحمه الله، وصلح حاله وندم على ما كان يفعله،
وشكر للإمام ولله سبحانه وتعالى، وشكر للإمام أبي حنيفة، ولقد صدق من قال الجار قبل الدار. واحد القولة تنقولها الجار قبل الدار، هذه قولة مثل عربي. فاللهم إنا نسألك السلام والعافية من كل بلية، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك أنت كما أثنيت على نفسك. اغفر لنا يا أرحم الراحمين ما مضى، وأصلح لنا ما بقي يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا ما أهمنا في ديننا ودنيانا، اشفي مرضانا، وعافي مبتلانا، وفك عسرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ارحم والدينا، وتجاوز عن سيئاتهم، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، الحقنا بهم غير فاتنين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين. اجعل آخر الكلام من الدنيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بها نموت وبها نحيا وبها نلقاك في عرصة الجنة في جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمركم أن تصلوا على رسولكم الكريم، وقال سبحانه وتعالى في الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل عليه يا أرحم الراحمين في الآخرين، صل عليه يا أرحم الراحمين في الملأ الأعلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله، فأقم الصلاة.